أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية، نبدأها من الشأن الإسرائيلي. فبعد 4 ساعات على اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة، قررت الحكومة توسيع أهدافها المعلنة للحرب في غزة لتشمل تمكين سكان الشمال من العودة إلى مجتمعاتهم التي تم إجلاؤهم منها نتيجة الهجمات التي يشنها حزب الله من لبنان. وبعد القرار، قالت مصادر نقلا عن صحيفة يدعوت أحرونوت إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لاتخاذ خطوات متهورة في لبنان، من بينها العمل البري. وكشفت المصادر على أن مسؤولين من المؤسسة الأمنية حذروا الحكومة من التسبب بحرب شاملة، مشيرة إلى أن الخلافات بين الجيش والحكومة وصلت إلى مستويات حادة جدا. بعد قرار الحكومة المصغرة، تزايد الحديث عن عمل بري وشيك جنوب لبنان. لكن ماذا لو قرر الجيش الإسرائيلي تنفيذ العملية؟ وماذا دار في كواليس اجتماع الحكومة المصغرة؟ هذا ما سنتعرف عليه مع الزميلة رفاه السعد. ل4 ساعات اجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، وخرج بقرار توسيع أهداف الحرب في قطاع غزة. وتحت هذا العنوان ترى إسرائيل أنه ستكون هناك عودة آمنة لسكان الشمال إلى منازلهم. الحكومة المصغرة لم توضح كيف سيكون الإجراء، وهل سيتم بعد عملية عسكرية أم لا. لكن مصادر أكدت لصحيفة يدعوت أحرنوت أن الحكومة تخطط لاتخاذ خطوات متهورة في لبنان، بينها العمل البري. ويقول الخبراء إن الجيش الإسرائيلي إذا قرر تنفيذ عملية برية باتجاه لبنان، فإن دخوله سيتم على طول الحدود، أي من القطاعات الثلاثة الشرقي والغربي والأوسط. إذن يبدو أن كل المؤشرات من إسرائيل تذهب باتجاه عملية عسكرية وشيكة. فنتنياهو ذكر مراراً أنه لا يمكن إعادة سكان الشمال دون تغيير الوضع الأمني على الحدود مع لبنان. الوضع الراهن لن يستمر، وهذا يتطلب تغييرا في ميزان القوى على حدودنا الشمالية. سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة السكان إلى منازلهم بأمان. أنا ملتزم بهذا الأمر، والحكومة أيضا، ونحن لن نقبل بأقل من ذلك. أما وزير الدفاع الإسرائيلي أوف جالانت فقالها صراحة عقب لقائه المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين في زيارته 5 للمنطقة، إن التوصل إلى اتفاق مع حزب الله بات أملا ضئيلا، وأن السبيل الوحيد المتبقي لضمان عودة سكان الشمال سيكون من خلال العمل العسكري. وضمن ردود الفعل على القرار، قال وزير السابق في حكومة الحرب، إليك كريستيان. وضمن ردود الفعل على القرار، قال الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إن ما يفعله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرض أمن إسرائيل للخطر. ووصف غانتس ما يجري في تل أبيب بأنه إهمال أمني، وأن مستقبل إسرائيل على المحك. الوزير السابق أضاف أن نتنياهو يهتم بموقعه السياسي وليس بحياة الجنود الإسرائيليين، مشيرا إلى أن ممارسات نتنياهو تعريف مؤلم للسياسة التافهة على حد وصفه. وتزامنا مع اجتماع الحكومة الإسرائيلية حول الجبهة الشمالية، أفاد مراسل العربية باستهداف الجيش الإسرائيلي لبلدة حولة جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل عنصر في حزب الله وإصابة 6 آخرين. فيما أعلن حزب الله استهدافه مبان يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرة المنارة. وأشار حزب الله إلى استهدافه قوات إسرائيلية في موقع راميا بالصواريخ الموجهة، ما أدى إلى تدمير آليات الجيش واشتعال النيران فيها. وسط الحديث عن توسيع الحرب في الشمال، خرج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار بتصريحات لافتة. السنوار أكد جاهزية الحركة لخوض معركة استنزاف طويلة مع إسرائيل في قطاع غزة بدعم من حلفاء حماس المدعومين من إيران. هذا وقال السنوار في رسالة لزعيم الحوثيين بعد إطلاق صاروخ باليستي على إسرائيل إن دعم جبهات الإسناد لحماس في اليمن ولبنان والعراق سيحسم المعركة ويساعد على هزيمة إسرائيل.
يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى مصر في الزيارة العاشرة للمنطقة، ولكن لا تشمل إسرائيل هذه المرة، بل تأتي ضمن افتتاح الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، والذي سيرأسه بلينكين وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية على مدى يومين. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية رأت أن تخصيص زيارة بلينكين إلى القاهرة تشير إلى وجود اختراق بشأن محور فيلادلفي، بينما أعرب مسؤولون أمريكيون عن تفاؤلهم باتفاق وشيك. أفاد مراسل العربية في غزة بمقتل وجرح العشرات في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مبان سكنية بمخيم البريج في غزة. بين قصف إسرائيلي متواصل لم يعد شاطئ البحر منفذا للنازحين، فحتى أمواج البحر أغرقت خيامهم وهم نائمون بمخيم المواصي في مدينة رفح. والليلة طفت علينا مية البحر، والولاد كانوا نايمين، أبوهم الجيران يجوا صحونا يقولوا لنا الحقوا الحقوا البحر طف عليكم. دخلت علينا المية فقعدنا نرفع في الرمل، ويعني مش عارف لوين بيوصل فينا الحال وقتاش بنخلص، يعني والله تعبنا.